أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، أخوتنا أخواتنا الفلاحة، في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم الأسبوعي مع الفلاح، البرنامج اللي كيناقش قضايا الفلاحة والعالم القروي. هذا البرنامج اللي تعودتوا عليه طيلة يعني كل يوم خميس من أجل إلقاء الضوء على جانب من جوانب ديال فلاحتنا. واليوم إن شاء الله حضر معنا وكالة التنمية الفلاحية اللي غادي نتكلموا على مجموعة ديال المشاريع المفتوحة، وخاصة غنتكلموا على حصيلة التمويلات المناخية في إطار التنمية المستدامة للقطاع الفلاحي واللي كتقودها وكالة التنمية الفلاحية في إطار مخطط المغرب الأخضر وتحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وهذه الوكالة يعني عملات منذ يعني إنشائها على تطوير الخدمات ديالها، وخاصة منها التمويلات المالية اللي خاصة بالتغيرات المناخية عبر مجموعة من الإجراءات مجموعة من الشركاء المؤسساتيين، وكذلك إمكانية الولوج إلى مجموعة من الصناديق المانحة سواء وطنية أو دولية في إطار العمل ديالها المواطن، ومن أجل يعني تحقيق التنمية المستدامة في العالم القروي وفي القطاعات الفلاحية المختلفة في بلادنا. فكيف تمكنت وكالة التنمية الفلاحية من الولوج والتعامل مع المؤسسات المانحة، وإلى أي حد ساهمت هذه التمويلات من فتح مشاريع في عدد من ربوع الوطن من خلال تعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي، وما هي النظرة المستقبلية للوكالة من أجل تطوير خدماتها التنموية في القطاع الفلاحي؟ إذن هي محاور ضمن أخرى سنناقشها إن شاء الله طيلة ساعة ونصف من الزمن مع ضيوفي الكرام في الاستوديو وكذلك عبر الهاتف. سعيد باستضافة السيدة مريم الأندلسي رئيسة مصلحة البيئة بوكالة التنمية الفلاحية، مرحبا بك لالا الأندلسي. كذلك سعيد باستضافة السيد صحات عبد الرحيم وهو رئيس الجمعية المغربية للزراعة الحافظة بمكناس، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. كذلك سيكون معنا مجموعة من المتدخلين من مجموعة من مناطق المغرب من أجل الحديث ومن أجل تقديم شهادات حول مشاريع التي يقومون بها في إطار مجموعة من سلاسل الإنتاج التي يقومون بها. أشكر كذلك كل من ساهم في إنجاح وإخراج هذه الحلقة إن شاء الله، شكرا لعمر البيزي في الإخراج وكذلك الخالقي محمد في يعني المباشر عبر صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، تيجاني المرنسي في الويب، توفيق الرباني في استقبال مكالماتكم، وكذلك سيد ميلود الخضر ورجاء السهب في إعداد هذه الحلقة. هذا محمد السوسي سيرافقكم طيلة ساعة ونصف من الزمن إن شاء الله، وسنتحدث في مجموعة من الأمور. كذلك ما تنسوش أخوتي أخواتي الفلاحة مستمعين الكرام مشاهدين الكرام أن الصفحة ديالنا مدينة FM.ma فيها النقل المباشر لهذه الحلقة، وغادي نستقبلوا التفاعلات ديالكم إن شاء الله. إذن لالا مريم الأندلسي وأنت رئيسة مصلحة البيئة بوكالة التنمية الفلاحية، أجدد بك الترحاب فهذه الحلقة. أكيد بأن مجموعة من التدابير تشتغلون عليها تقومون بها، مجموعة من المشاريع مفتوحة من خلال يعني سلاسل الإنتاج وخلال مواجهة التغيرات المناخية اللي كتعرفها بلادنا وكيعرفها العالم أيضا. فكأول سؤال نتكلموا على شنو هما التدابير اللي كتقوموا بها انتوما كوكالة التنمية الفلاحية في إطار المخطط المغرب الأخضر في هذا الجانب ديال التغيرات المناخية والوصول إلى التمويلات. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كنشكر إذاعة مدينة FM على الاستضافة ديالها، وتنرحب بالمستمعين الكرام، وتنتمنى أن هذه الحلقة تعود عليهم بالإفادة. إذن كما سبقتي وشرتي في تقديم ذلك على التغيرات المناخية والآثار ديالها على جميع القطاعات، لسيما القطاع الفلاحي اللي هو أكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية. إذن فبالإضافة للجفاف اللي هو المظهر الأساسي، كاين هناك مظاهر أخرى كتأثرنا على مستوى الإنتاج الزراعي طبعا بأشكال متفاوتة على حساب نوعية المحاصيل والمناطق، من منها الصقيع، البراد، الفيضانات، الرياح القوية. وهذا الآثار بجانب الآثار المباشرة هادشي كيأثرنا أيضا على الاقتصاد الوطني اللي مرتبط بشكل كبير بالقطاع الفلاحي، هو قطاع حيوي كيوظف لنا 40% من القوى العاملة النشطة على المستوى الوطني و80% في المناطق القروية. إذن وللأسف
كنلاحظوا بان تحليل التسلسلات المناخيه الاخيره كيبين بان هذا اثر التغيرات المناخيه فيها في التفاقم، وغادي تكون اكثر شده وتوتر في المستقبل الله يحفظ. اذا هذا الشيء اللي يجعل مخطط المغرب الاخضر يجعل في مركز الاولويات ديالو التدابير للتخفيف وللحد من اثار التغيرات المناخيه. اذا شنو ما هي التدابير اللي درنا؟ تدابير على غرار ما كيدار في البلدان الاخرى، هي تتمحور حول محورين اساسيين. كاين تدابير ديال التكيف مع التغيرات المناخيه، يعني عندي انا الاثار ديال التغيرات المناخيه خاصني ندير تقييم لهذ الاثار في هذا القطاع، مثلا في قطاع الفلاحه، وكنهج واحد السياسه باش نتاقلم مع هذ الاثار ديال التغيرات المناخيه. وكاين تدابير اخرى، الشق الثاني اللي هو التخفيف من انبعاثات الغازات الدافنه والغازات الاحتباس الحراري، رغم اننا حنا بلد غير ملوث، ورغم ان القطاع الفلاحي ماشي مضخ للغازات الدافنه، ولكن واخا هكا كانت موجوده في منظومه عالميه تلوث. نعم. اذا هاد التدابير بالنسبه للتدابير اللي ديال التكيف مع اثر التغيرات المناخيه، كانت عندنا اولا هي المخططات الجهويه ديال مخطط المغرب الاخضر. اذا الارساء ديال هذه البرامج ما كانش اعتباطا، ولكن الاختيار ديال سلاسل الانتاج ذات القيمه المضافه العاليه كانت على حساب قابليه الاراضي لكل جهه. يعني ما تنجيش وندير الزيتون اشجار الزيتون الاشجار الخروب في شي بلاصه الا اذا كانت مناسبه مع الوضعيه المناخيه ديال ذاك الجهه. علاوة على أنه 20% من كان تم تحويل 20% من زراعة الحبوب في مناطق هامشية إلى زراعات ذات قيمة مضافة للأشجار المثمرة. هذه من جهة. إرساء مشاريع الفلاحة التضامنية اللي كتخص صغار الفلاحين والمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية والأكثر هشاشة. إذا بالإضافة لهذا الشيء كان عندنا في هذه المشاريع ديالنا ديال الدعامة الثانية كتكون إعداد منشآت عقارية لجمع مياه الأمطار ولتثبيت انجراف التربة، الحد من انجراف التربة، وهذا الشيء كله كيساعد على التأقلم مع الجفاف وعلى ومع الأثر ديال التغيرات المناخية. كذلك ما نساوش الدور اللي قام به صندوق التنمية الفلاحية المعروف عند الفلاحة بالإفدية، والدعم اللي تعطى سواء للري الموضعي اللي هو اللي كيشجع لنا سلاسل انتاجيه ذات قيمه عاليه وكذلك صديقه للبيئه، مستدامه وصديقه للبيئه، كذلك دعم البذور والشتلات المختاره اللي كتكون اكثر مقاومه للجفاف وللامراض، دعم تحليل التربه لترشيد استعمال الاسمده. اذا هذه كلها كانت تدابير للتكيف مع اثار التغيرات المناخيه. فبالنسبه للتدابير اللي اتخذناها للتخفيف من انبعاثات الغازات الدافنه، كيكون غرس الاشجار المثمره اللي كيتعتبر اللي تزيدنا من تخزين الكربون في التربه. هنا نبغي نشير بان وكاله التنميه الفلاحيه قامت بدراسه سنه 2012 تتقيم شنو يقدر يدير لنا مخطط المغرب الاخضر في هذا الاطار، وهذه الدراسه بينات ان مخطط المغرب الاخضر خزان كربون واعد اللي كيتراوح حتى 179 الف طن من هاد الغازات. لان هذه من جهه كان عندنا تشجيع الطاقه الشمسيه والحد من الطاقه الملوثه، كانوا يعني عندنا بزاف ديال التدابير. هاد المشاريع اكيد بان غادي نتكلموا عليها بتفصيل، و يعني نحطوا الاسبوع ديالنا على يعني كما ذكرتي دابا الاماكن الخلل، يعني ان التغيرات المناخيه اليوم كتفرض ذاتها علينا وعلى القطاع الفلاحي، فباش نعالجوا هاد القطاع خصنا هاد الحمايه اللي كتقدموا ربما اللي هي غادا توقينا. والحاجه اللي عجبتني واللي تكلمتي عليها هي الفلاحه التضامنيه والفلاحين الصغار، هما اللي غيكونوا اكثر عرضه واكثر حاجه الى المساعده والى التدخلات ديالكم. اكيد بان مخطط المغرب الاخضر منذ الانشاء ديالو هو كيتعتبر اليوم مرجع في الفلاحه المغربيه. احنا على ابواب وحنا دخلنا الاستراتيجيه الجديده اللي هي الجيل الاخضر 2030، اكيد انتم مستمرين في التمويلات ديالكم. غادي نتكلموا على هذا الشيء، ولكن استقبلوا السي صحات معنا يعرفنا براسو ويعرفنا كذلك بالاشتغال ديالو في هذا المجال ان شاء الله. اذا سي صحات، وكنذكروا بانك انت رئيس الجمعيه المغربيه للزراعه الحافظه بمكناس، نتعرفوا عليك سي صحات اكثر.
شكرا شكرا على الاستضافه، وباسمكم كنشكر مدينه اف ام على الاستضافه في هذا البرنامج، وكنشكر جميع المستمعات والمستمعين الكرام. اذا الحضور ديالي بطبيعه الحال بصفتي رئيس الجمعيه المغربيه للزراعه كيجي باش يعني في هذا السياق هذا اللي تكلمت عليه الاستاذه مريم، هو اننا يعني جميع الدراسات اثبتت يعني المستوى ديال تدهور الموارد الطبيعيه من جهه، والتاثيرات السلبيه المرتقبه للتغيرات المناخيه على الفلاحه ديالنا. وفي هذا السياق هذا اضافه الى اننا يعني نتائج البحوث والدراسات كانت كتبت منذ 3 عقود تقريبا عن الفوائد ديال الزراعه الحافظه، الفوائد الزراعيه، فوائد اقتصاديه، فوائد اجتماعيه وبيئيه. وفي هذا الاطار كانت واحد المجموعه ديال الاخوه اللي كيتقاسموا هذا الهاجس ديال يعني تدهور الموارد الطبيعيه والاشكاليات اللي تنعيشوها في ظل التغيرات المناخيه. ومن ثم جات الفكره ديال التاسيس ديال الجمعيه المغربيه للزراعه الحافظه اللي عرفت نور في اكتوبر 2016، وعطت نفسها كهدف اساسي هو التشجيع والدعم تحول من نظام زراعي تقليدي اللي كنعيشوه دابا الى نظام زراعي ايكولوجي لضمان استمراريه الانتاج من جهه، ولكن في نفس الوقت اللي يمكننا من ضروره احترام البيئه والحفاظ على الموارد الطبيعيه للاجيال القادمه. من اجل يعني الوصول لهذا الهدف العام، الجمعيه سطرت مجموعه من الاهداف الرئيسيه، ما نوقفش عليهم في التفاصيل كاملين، ولكن غنعطي غير نبدأ على ان كتعكس الانشطه ديال الجمعيه. من الاهداف الاساسيه للجمعيه كان تاسيس شبكه وطنيه للمتدخلين في القطاع الفلاحي، وتعزيز التفاعل بين مختلف اعضائها لتشجيع الزراعه الحافظه بالمغرب، وغادي نتكلموا عليها بالضبط يعني المنافع ديالها من خلال امثله حيه. كذلك تحسيس المؤسسات والمصالح الوصيه باهميه يعني هذا النظام ديال الزراعه الحافظه، كذلك تعزيز الشراكه بين الفاعلين الجهويين والوطنيين للتحفيز ونشر التطبيقات السليمه للزراعه الحافظه، وكذلك خلق روابط وعلاقات مع شبكات وجمعيات دوليه من اجل تبادل الخبره ولتحسين الممارسات الزراعيه، وتشجيع التقنيات والممارسات الجيده ديال الزراعه الحافظه، وكذلك القيام بالدراسات وإرساء التجارب من اجل فهم جيد ديال الفوائد الزراعيه الاجتماعيه والاقتصاديه والبيئيه كيف قلت ديال الزراعه الحافظه. من هذه المكونات هادو نبتات يعني الجمعيه للخاصيه ديالها انها كتضم إضافة إلى الإخوة الفلاحين والمزارعين كتضم كذلك باحثين ومهندسين وتقنيين وأطر في التنمية، وهذا الخليط هذا يعني تعطي من الجمعية واحد مكونات كتعطيها واحد المكونات اللي كتعطيها القوة ديال يعني التفاعل داخل مختلف المكونات ديالها. وهذا إن شاء الله يمكن غادي نتكلموا عليه في نماذج حية، ولكن منذ التأسيس ديالها يعني من 2016 لدابا قامت الحمد لله الجمعيه بمجموعه من الانشطه في هذا الاتجاه هذا. ما يمكنناش نوقفوا على الحصيله بشكل مفصل، ولكن العديد من الورشات التطبيقيه، العديد من الايام التحسيسيه والدورات التكوينيه، وكذلك زيارات التاطير وتبادل الخبرات، واللي كان مع المؤسسات ديال الوزاره. نبغي نشيد بالمجهود اللي يعني السند اللي عطاتنا المديريه الجهويه اللي في لحال جهة فاس مكناس، نظمنا أيام دراسية، وكذلك مع مجموعة من المؤسسات الأخرين، كذلك مع الجمعية الفرنسية فيرت، وقدرنا أننا الجمعية تكون حاضرة في المنتدى كوب 22 يعني اللي تقام في مراكش في 2016، وكذلك في كوب 23 في بون، والكوب 25 في مدريد. وكان يعني من بين الإنجازات وتنظيم منتدى دولي للزراعة الحافظة كان في سبتمبر 2017، واللي كانت حضراته اكثر من 12 دوله. وكان نقاش جد جد يعني موسع حول مستقبل الزراعه الحافظه بالمغرب على غيار تجارب دول اخرى، وعدد من وكانت يعني المساهمه ديال عدد من الممولين المؤسساتيين. نعم اذا هي مجموعه من الاجراءات اكيد تعرفنا عليكم وتعرفنا على الادوار اللي كتقوموا بها. اكيد مازال هناك شق متعلق بالشغال ديالكم مع وكاله التنميه الفلاحيه، غادي نرجع
نرجعوا ليه وغادي نعم. نتكلموا عليه ان شاء الله بالتفصيل. نذكر مستمعينا الكرام اننا مباشره على اثير اذاعه مدينه اف ام وبرنامجهم الاسبوعي مع الفلاح، وحاضره معنا وكاله التنميه الفلاحيه واللي كنهضروا على حصيله التمويلات المناخيه في اطار التنميه المستدامه للقطاع الفلاحي اللي كتقودها الوكاله في عدد من المناطق لمواجهه التغيرات المناخيه، لمواجهه الشح في الموارد الطبيعيه. اليوم تنتكلموا على اهميه ديال الماء، اهميه ديال التربه، كيفاش التربه اليوم ولات كتضيع منا بواحد الطرق اللي هي خصنا لها حلول وخصنا لها تمويلات وخصنا لها ناس اللي يقدروا يوقفوا على هذه المساله. فاكيد بان عندكم بزاف ديال الطرق اللي كتشتغلوا عليها استاذ الاندلسي باش انكم توصلوا لهذه التمويلات سواء الصعيد الوطني او الصعيد الدولي. فنتكلموا على هذه المسائل ديال التمويلات كيفاش كتشتغلوا عليها. بالنسبة في الشق الأول ممكن نهضر على التمويلات الكلاسيكية المناخية، لأن في إطار مخطط المغرب الأخضر بالإضافة للتدابير اللي اتخذناها لمكافحة أثر التغيرات المناخية كان من الضروري أننا نرصدوا ونعبئوا هبات وتمويلات مناخية إضافية لدعم هذه المشاريع. إذن من خلال التجربة ديالنا قامت وكالة التنمية الفلاحية بتعبئات ما يناهز 25 مليون دولار من طرف صندوق البيئة العالمي اللي هو اللي معروف عند الناس بالفهم، ولكن ذلك عبر مؤسسات دولية وأبناك دولية بحال البنك الدولي، بحال المنظمة العالمية للتغذية، بحال البنود ومؤسسات أممية أخرى. هذه الطريقة هذه اللي كتسمى الولوج الغير المباشر. وفي هذا البرنامج هذا اذا دعمنا اكثر ما يزيد عن 30 مشروع للدعامه الثانيه في اطار 5 ديال البرامج، منهم مشروع ديال التنميه ديال الفلاحه التضامنيه المندمجه في المغرب معروف بازمه عند الفلاح المستفيدين، ومنهم غادي تكون معنا مستفيده. كذلك كان عندنا مشروع ديال التخفيف من اثار التغيرات المناخيه بالنسبه للفلاحه المطريه في المغرب لواحد من المستفيدين ديالو هو سي صحات. سي صحات، ورجعوا سي صحات باش يتكلم لنا على هذه المساله. تفضل سي صحات. غير الا سمحتوا عافاك قبل ما نتكلم على الدور الجمعيه يعني المساهمه ديالها في هذا البرنامج، نبغي نواب المجهود المؤسسات اللي دار في هذا الاتجاه، وكانت مبادره طيبه في حقيقة ديال ان مشروع من هذا الحجم هذا يشوف النور. علاش؟ لان النتائج ديالو اعطت نتائج جد طيبه، وبالتالي فكنشكروا يعني الوكاله للتنميه الفلاحيه، ولكن نشكروا كذلك المديريه الجهويه للفلاحه جهه فاس مكناس، المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه في جهه فاس مكناس، وكذلك المعهد الوطني للبحث الزراعي اللي كانت مكله له يعني المواكبه التقنيه ديال 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 هذا المشروع هذا، والجمعيه في استبشرات خير يعني في التاسيس ديالها اللي كان متزامن مع ديال هذا المشروع هذا. وفعلا الجمعيه قدرت انها تسخر الشبكه ديال المزارعين وديال الاعضاء ديالها لهذا البرنامج، وكانوا في الحقيقه كانت استفاده اللي كانت كبيره. علاش؟ لان شملت تقريبا جميع الاقاليم ديال جهه فاس مكناس، وكانت المديريه الجهويه اقتنت 8 ديال البدارات ديال الزرع مباشر، وتم وضعها رهن إشارة المزارعين في مختلف الأقاليم. وفي هذاك البرنامج كانوا يعني كانوا منصات توضيحية على الزرع المباشر عند الفلاحة، كانوا دورات تكوينية، كانت يعني مجموعة من الأنشطة اللي خلات أننا دزنا من واحد المفهوم رافض للزرع المباشر كتقنيه وكمنظومه، لدزنا الفكر اللي ولا الطلب على الزرعه الحفيظه وعلى 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 على التقنيات ديال الزرع المباشر. والحمد لله النتائج يعني في هذه الخمس سنين الاخيره، فتبني الزرعه الحفيظه على جهه فاس مكناس غادي بواحد الوتيره متصاعده وكبيره جدا، والحمد لله يعني على هذا المشروع، لان كانت في يعني كنشوفوا فيه داك يعني لا كولابوراسيون انستيتيسيونيل يعني التعاون المؤسساتي، في نفس الوقت كنشوفوا يعني الجمعيه بالتسخير ديال 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 الشبكه ديال ديال الفلاحين، ان قدر المشروع ينزل يعني لا ميز اون اوفر التنزيل ديالو كان له وقع كبير ونتائج جد ايجابيه في هذا الاتجاه. نعم، عجبتني الكلمه ديال التعاون المؤسساتي. نعم. و
لان اليوم حنا في فلاحتنا محتاجين اكثر للتضامن، للتعاون، يعني العمل بشكل يعني جماعي، بشكل يعني يكون فعال اكثر من اجل مواجهه هذه الصعوبات اللي حنا كنعانيو منها اليوم. الحمد لله حنا كنشكروا الله عز وجل اليوم اللي على هذه الامطار ديال الخير اللي كتبشر بواحد الموسم فلاحي اللي ان شاء الله نتمنوه يكون مثمر ويكون جيد. حنا كنا عشنا قبل واحد 3 ديال السنوات ربما اللي كان فيهم واحد يعني تراجع ديال التساقطات المطريه، وبالتالي شفنا بعض الظواهر وبعض الامور البيئيه المناخيه اللي اثرت على فلاحتنا. فاحنا الحمد لله كيرحمنا الله وحنا نديروا المجهود كذلك باش نقدروا نكملوا هاد المسائل ان شاء الله. اذا استاذه الاندلسي 30 مشروع اللي اشتغلتوا عليه كما ذكرتي في اطار ولوج الغير المباشر، والان قبل ما ناخذوا السيده تعربت، فاكيد بان هاد التمويلات وهاد 3 المشاريع، فبغيت تشرحي لنا الاختلاف ديالهم على حسب المناطق وعلى حسب السلاسل. كيفاش كتشتغلوا على هاد السلسله، ولا كيكون هناك انتقائيه في السلاسل، ولا ما كتكون فقط على حسب يعني التوزيع المجالي ديال هاد المنطقه هذه، كتكون في كل منطقه، ولا كيكون سلسله معينه اللي كتمشيو لها؟ هي كما سبقت وشرت انه اصلا السلاسل الانتاجيه اللي كتختار في كل منطقه كتكون على حسب القابليه للاراضي والوضعيه المناخيه ديال داك المنطقه. وقبل مثلا بالنسبه للمشاريع الممونه من طرف المانحين كتكون هنا دراسه قبليه اللي كنشوفوا فيها القابليه ديال هاد سلاسل الانتاج على حساب الهشاشه ديال المناطق اللي غادي تكون بينيفيسير مستفيده من هاد المشاريع. نعم. اذا نمشيو ناخذوا السيده تعربت رشمين، هي من مدينه الصويره وعندها تعاونيه اللي غادا تكلمنا على واحد البرنامج اللي الصندوق اللي استفدت منه ان شاء الله، اللي هو صندوق أزيمة كما ذكرتي. السيده تعربت مرحبا بك. بارك الله فيك اسيدي، مرحبا بك الخير. مرحبا بك على اثير اذاعه مدينه اف ام، معنا السي السحات والسيده الاندلسي، وحنا كنتكلموا على هاد التغيرات المناخيه والتمويلات والمشاريع اللي نتوما يعني تتشغلوا عليها كتعاونيه مع وكاله التنميه الفلاحيه ومجموعه الفاعلين في وزاره الفلاحه والمديريات الجهويه ديال الفلاحه. لالا تعرف تعرفينا بالتعاونيه ديالك وبراسك، وتكلمينا على الاستفاده ديالك من هاد التمويلات اللي ختمتي بهم المشاريع ديالك. مرحبا، بارك الله فيك، السلام عليكم الجميع، وكنرحبوا بالجميع. الله يجازيكم بخير بعد على هاد الالتفاته وهاد التقييم اللي كديروا لهاد المشاريع اللي استفدنا منهم. في البدايه انا الاسم ديالي رشمين طعرب، رئيسه ديال تعاونيه ديال تامونت بايمين بليت اللي من الاوائل التعاونيات اللي تاسست في 2003، والحمد لله لحد الان باقي خدامين، واستفدنا من العديد من المشاريع اللي هي المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، واستفدنا من وباقي العمل المستمر، ودائما عندنا مسانده من وزاره الفلاحه اللي هي كتسنى، لان كنعرفوا بان التعاونيات ما يمكنش يخدموا بوحدهم من غير انهم يكون عندهم واحد المسانده اللي هي فعاله من وزاره الفلاحه. وحنا كنشكروا الجميع المتدخلين سواء لادا ولا المديريه الاقليميه للفلاحه باقليم الصويره. ونذكر بالمناسبه انني ماشي غير رئيسه تعاونيه ديال تامونت، ولكن حتى نائبه رئيسه بمجموعه ديال الدفع الاقتصادي، لان هذا المشروع اللي كتهضروا عليه ديال الازمه واللي فيه المانحين اللي تهضروا عليه اللي قيد النقاش حاليا، وانه استفدت منه تقريبا الى على ما يقارب 60 تعاونيه بالاقليم، ماشي غير تعاونيتنا، ولكن انا مجموعه ديال الدفع الاقتصادي هي اللي حامله المشروع، وانا عضوه في المجموعه. وهذا المشروع هذا قدم واحد العديد من التكوينات التعاونيات اللي اهلهم انهم يخدموا في واحد المناخ اللي هو جيد. وبالمناسبه هذا المشروع ديال الازمه كان تيهدف لواحد جوج حلقتين اللي كانوا شي شويه مفقودين عندنا، ماشي مفقودين، ولكن حنا كنستعملوهم بشي طريقه اللي هي ما كتعطيناش واحد القيمه مضافه لداخل التعاونيه، لانه اللي خدمنا معاه مشروع ديال الازمه هو مشروع ديال الاعلاف، واللي محتاجه المنطقه عندنا بزاف. لانه ملي كنديروا سلسله انتاج زيت ارغاز كيبقاو لنا مخلفات هما ديك التزقموط اللي كنسميوها حنا التزقمونه، و
وأليك أليك هي القشرة الأولى اللي كتكون في اللي كياكلوها البهائم. ولكن بناها فاش طرحنا الموضوع على الإدارة كوزارة الفلاحة وفي إطار المديرية الإقليمية للفلاحة والناس اللي يخدموا معنا مشروع ديالها، قالنا كاين مشاريع اللي ممكن ندعموكم فيها ونخليو هاد الأعلاف اللي بسيطة تكون أعلاف مركبة وتفيد الناس في المنطقة يستفدوا منها، ماشي غير التعاون يستفدوا منها حتى الفلاحة بالمنطقة، وخصوصا كنعرفوا بأن إقليم الصغيرة إقليم اللي شي شوية كاين فيه مناطق اللي هي فيها الجفاف بزاف، زعما ما نذكرش بأن تساقطت المطارية ديالها 3 سنين هذه أثرت على الفلاح بزاف. ولكن الحمد لله دائما كنتمنى كما قلت مع أمطار الخير أنها المشروع ديالنا يزيد لقدام وذوك الأعلاف المركبة يستفدوا منها مجموعين. نعم، إذا السين تعاونية بالإضافة لكم لتعرفت اللي استفدتوا من هذا المسألة ديال التمويل ديال المشاريع ديالكم في إطار هاد يعني هاد التمويلات المقدمة، فأكيد بأن أنتم الآن نساء رائدات في العالم القروي، وكنوجه لكم تحية لهاد المجهودات اللي كتقوموا بها. أنا بغيت تقربيني للا تعرفت غير من شحال أنتم كتشتغلوا ديال الناس، واش هي تعاونية نسوية 100% ولا فيها يعني رجال ونساء، كيفاش كتشتغلوا على هاد المنتوجات اللي كتشتغلوا عليهم كاملين؟ احنا التعاونيه ديالنا كنهضر على التعاونيه ديال تامون تبئين 3 تعاونيه اللي هي نسويه 100%، كل شيء تقريبا كنخدموا كنخدموا نساء مجموعين. وعندنا حتى هذا فرع ديال التكسير في مناطق اخرى اللي قريب عادي منا بشي 20 كيلومتر بحال هكا، كنخدموا معاهم في اطار التكسير. كاين تقريبا دابا عندنا الا قلنا هي نورمال حنا 32 عضو في الداخل ديال التعاونيه، ولكن عندنا مجموعات اخرين كنخدموا معاهم. الا قلتي شحال من مستفيده، لان احنا على المستفيدين ما يقارب 70 مستفيده اللي كاينه مع التعاونيه ديال تاموند. الحمد لله شنو اللي مكننا من هذا الامر، انا كما قلتي احنا كنا في البدايات لانه ماشي سهل انك تاسس التعاونيه والعمل الجمعوي تيكون صعيب بزاف، والعمل التعاوني لان العمل التعاوني هو راه واخا هي تعاونيه الهدف ديالها هو الربح، ولكن تتبقى هي كتهتم بكل ما هو اجتماعي وكل ما هو اقتصادي للمراه. وحنا الحمد لله حنا فخورين بهذه الانجازات اللي كنديروا في المنطقه ديال مع النساء، لان كان النساء ما كنهتموش غير بكل ما هو اقتصادي، حتى ما هو اجتماعي حتى المدرسه ديال الاطفال ديالهم. خرجنا من ديك النساء خرجوا من ديك القوقعه، والحمد لله اركان مشروع ديال اركان تعاونت ماشي غير في المنطقه ديالنا ولكن في مجموعه من المناطق ديال اقليم الصويره واكادير اللي استفدت من هذا ديال بحال قلتي واحد مشاريع اللي زادت بالمراه لقدام الحمد لله، وعاونتها كتنميه اجتماعيه في المنطقه ديالها، كتساهم مع رجلها في انها تقري وليداتها، وكاين امور كثيره اللي دارت اللي حدثت تغيير باسم اركان. وحنا هذا القطاع بغينا نحافظوا عليه بجميع ما يمكن لنا، لان بدينا فيه من البدايه من 2003، واخا زعما كاين واحد شويه ديال الجفاف هاد العامين هادي، واثر على بعض التعاونيات كاين واحد الركود، لان ما نذكروش الجفاف اثر بزاف علينا، ولكن الحمد لله هذا كتبقى غير دايره خطوه انك تمكنك من الغد، لان الانسان كاين شي امور ما كينتبهش ليها، ولكن فاش كتجي ازمات كتكون بحال درس كيقرا منه. كاين مشاريع اخرى غادي اللي غتساعدنا اكثر انه تكونوا مؤمنين داخل التعاون، هو انه كاين دابا مراكز ديال تجميع ديال الماده الاوليه باش تبقى مخزنه في عند التعاون لمده طويله، واخا حيت لان كنعرفوا حنا الماده ديال الافيش كتقدر انك تسوقيها اكثر 3 سنين، ولكن بهذا تخدم تولي مقننه بواحد الطريقه، لان هذاك موضوع اخر نخليوه للنقاش لان هذا ماشي موضوع ديالنا حاليا. ولكن كما كنقول لك احنا النساء الحمد لله احنا تعاونيه نسويه،
وكاين حتى تعاونيات اخرين اللي تقريبا كما قلت لك 60 تعاونيه في الاقليم اللي عطاتها وزاره الفلاحه واحد الاهتمام كبير. مشكورين بجميع الطاقم ديالها لا بالوكالات التنميه الاجتماعيه ولا المديريه الاقليميه للفلاحه ولا سواء الجهويه ولا الاقليميه. اذا كاين واحد التسلسل، كاين واحد نقول واحد رد فعل. انا بمجرد انك انت تقدم لهم شي طرف كيكون رد فعل ايجابي ب 100%، سواء لا بالمقارات ديالهم اللي تقنت اللي تصلحت في اطار المخطط الاخضر وتعطتهم الات ديال الطحن، اذا الجميع وتعطتهم تكوينات اللي هي كثيره استفدوا منها من تكوين. واخا كاين بعض النقائص اللي هو في التسويق، ولكن الحمد لله راه بقات كتحل شويه بشويه. ولكن الا جيتي تشوف كنظره عامه في الاقليم، راه ماده ديال ارغان منتوج اللي هو خلق واحد التنميه اجتماعيه في المنطقه الحمد لله، اللي تنطلبوا من الله هاد الامطار ديال الخير تكون تعكس على تعطينا ان شاء الله منتوج جيد هاد السنه اللي تخفف شويه من الضغط اللي كاين على التعاونيات. نعم اكيد كنتمنوا لكم غير الخير، وان شاء الله يا ربي مع انكم كتشتغلوا في هذا المجال ديال الارغان اكيد بانكم مازال غتستقطبوا نساء اخرين وكذلك منخرطين اخرين باش انهم يستافدوا من التجربه ديالكم. وتبارك الله عليك، انت هي النموذج النساء اللي كيسمعونا اليوم اللي باش انهم ياخذوا تهما المبادره ويخرجوا من ديك القوقعه ديالهم وينخرطوا في التنميه ديال بلادهم، في التنميه ديال الاسر ديالهم، وفي التنميه ديال المحيط ديالهم. اكيد بان الفلاحه هو واحد الميدان شاسع، فقط كيحتاج واحد السواعد وكيحتاج النيه، وهذا الحمد لله كاينه، وان شاء الله يكون خير في هذه الامور كامله. شكرا لك لاله، تعرفت وبلغي التحيات ديالنا لجميع النساء اللي كيشتغلوا معك. شكرا سيدي، الله يجازيك بخير. اذا سي صحات، بقاو في هذه المساله ديال الشهادات كما شفنا. نعم. السيده تعرفت تكلمات على هذه المشاريع اللي استفدت منها، فاكيد بان الجمعيه ديالكم اكيد كتمشي في هذا الخط. نعم. وكتثمن هذه المجهودات اللي كتقام. بطبيعه الحال هذه المبادرات ما يمكننا الا يعني نحيهم. علاش؟ لان محتاجين لهذه المبادرات، ومحتاجين يعني نديروا اليد في اليد مش كمجتمع مدني ومؤسسات يعني اللي كتدخل في القطاع وكفاعلين مجموعين، اننا بامكاننا اننا بهذا النوع ديال هذه المبادرات اننا ديال نزيدوا خطوات للقدام ان شاء الله في اللي ما في خير للفلاحه ديالنا. نعم إذن احنا تكلمنا الآن الأندلسي على الولوج للتمويلات الغير المباشر. أكيد بعد سنة 2012 كان واحد التغير وكانت واحد الطفرة نوعية في المسار ديالكم الولوج لهذه المؤسسات المانحة، فأشنو وقع من وراء 2012؟ تماما كما قلتي، كانت 2012 واحد السنه لا بغينا نقولوا مفصليه، لان في سنه 2012 تم اعتماد وكاله التنميه الفلاحيه لدى صندوق التكيف مع التغيرات المناخيه لو فون دادابتاسيون. شنو هذا الصندوق؟ هذا الصندوق واحد الصندوق دولي اسس سنه 2007 اللي هو تيمولنا مشاريع ملموسه، مشاريع وبرامج ملموسه للتكيف مع اثار التغيرات المناخيه في البلدان الناميه. كيفاش كيمولنا هاد المشاريع؟ عن طريق الولوج المباشر لهيئات وطنيه معتمده في البلدان الناميه ولا في البلدان اللي في طور التقدم. اذا كان لينا الشرف حنا لدى اننا نكونوا الهيئه الوطنيه الوحيده المعتمده لدى صندوق التكيف. لان هذا الصندوق هذا كيعطي الاعتماد ديالو لهيئه وطنيه وحده في كل دوله. اذا في اطار هذا الاعتماد، هذا الاعتماد كيخول الوكاله التنميه الفلاحيه الولوج المباشر للتموينات المناخيه ديال هذا الصندوق عن طريق تهيئ اعداد وتقديم برامج تكيف ومشاريع تكيف مع التغيرات المناخيه لهذا الصندوق. وفي هذا الاطار، في اطار الاعتماد ديالنا، قدرات لدى انها تعبئ هبه ماليه قدرها 10 مليون دولار. وهنا كنبغي نشير بان قدرنا نعبئوا سقف اللي هو محدد لكل بلد من عند صندوق التكيف، اللي هو 10 مليون دولار لكل بلد. وقدرنا الحمد لله اننا نعبئوه بالنسبه لمشروع واحد اللي هو مشروع التاقلم مع التغيرات المناخيه في مناطق الواحات. وهذا الشيء كيدل على الاولويه اللي كنعطيوها لمناطق الواحات وفي القطاع الفلاحي، لان الواحات اللي كتعاني للاسف من ندره المياه ومزاف ديال اثار التغيرات المناخيه.
إذن هذا المشروع هذا هو مشروع منجز من طرف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الألقان لونزوا على مدة 5 سنوات اللي كيستافد منه 40,000 مستفيد. هنا كنبغي نشير بأن 50% من المستفيدين هما نساء وشباب. هذا المشروع هذا اللي كيرتكز بالأساس على تدبير المياه عن طريق إنشاء وإعادة تأهيل الطرق الري وتطعيم الفرشة المائية، إنجاز الخطارات والسواقين اللي هما موحد الخطارات اللي موحد الموروث حضاري ومادي ثقافي ونظم سقي تيستعملوها الفلاحة منذ القدم. هادشي غير باش نعرفوا بأن تبارك الله الفلاحة ديالنا راه حتى هما عندهم طرق للتأقلم مع أثر التغيرات المناخية. هذا المشروع كذلك فيه من المكونات ديالو هو أنه تحسين ظروف العيش للفلاحين وتنويع الموارد العيش ديالهم خاصة بالنسبة للشباب وبالنسبة للنساء. وهنا كنبغي نقول بأنه الاستثنائية في هذا المشروع اللي كانت زوينة هو أن كان عندنا واحد دعم مبادرات الشباب والنساء، وفي الحقيقة كان من المفرح هو أننا نشوفه في هذا في 21 مشروع اللي انتقيناه أنه مشاريع كتفرح القلب. وهنا نقدر نشير لواحد المشروع ديال المصبنة إيكولوجية اللي هما شباب فكروا أنهم يديروا واحد المصبنة إيكولوجية باش أنه يتفاداو أن النساء تبقى كتصبن في السواقي وتلوث المياه أكثر، لأن مع المشكل ديال ندرة المياه وما وهاد مع إعادة استعمال تطهير وإعادة استعمال داك المياه اللي كينظفوا بها ومن بعد غادي تستعمل في السقي ديال الزراعات الواحات المجاورة لهاد المصبنة الإيكولوجية. وفي الحقيقة المشاريع كلها اللي تم دعمها واختيارها تبارك الله عليهم واحد ما يتخير على الآخر. نعم، يعني هذه المسألة ديال التمويلات غير باش نرجعوا ونتوصلوا فيها أكثر ولات لو بغينا نقولوا أكثر سهولة وأكثر مرونة وأكثر يعني قابلية، لأن المؤسسة اللي كنتكلموا عليها اليوم هي مؤسسة ديال وكالة التنمية الفلاحية هي استثناء، لأن في كل بلد كتكون مؤسسة هي اللي كتاخذ هذا المهم، فكان الشرف الوكالة التنمية الفلاحية أنها هي اللي تكون تاخذ هذه التمويلات بشكل مباشر. اكيد هاد التمويلات واش كتكون سنويه؟ كيفاش كتتم هاد العمليه هادي؟ كيفاش كيتم تقديم هذا الطلب ولا كيفاش كيتم ايضا اخذ هاد التمويلات وكيفاش كيتم ايضا التوزيع ديالها؟ اذا بالنسبه لصندوق التكيف عنده كان عنده برنامج لرصد الاعتمادات الماليه ما بين 2015 و2020 اللي هو 10 مليون كما سبقت وشرت 10 مليون لكل بلد. حنا الحمد لله قدرنا ناخذوها بالنسبه لمشروع واحد على عكس دول اللي لحد الان يمكن ما قدراتش ولا خدات غير مشروع بقيم اقل. اذا كيفاش كان هذاك تنشوفوا ناخذوا الاولويات فين خاصنا اون دو انترفينير فين خاصنا تكون الانترفونسيون ديالنا. احنا في اطار صندوق التكيف كنا شفنا بانه الاولويه كان خاصها تعطى للواحات وانه كان هذا كان سبق لانه اول مشروع اللي كيتاخذ بهبه بقيمه 10 مليون دولار وعن طريق ولوج مباشر اللي كما قلتي كاينه واحد المرونه والتعامل مع الصندوق ديريكتومون انا بطريقه مباشره بدون لجوء للديزانترميديير. نعم صحيح. نعم تفضلي عندك شي اضافه؟ لا هي بالنسبه لهذاك دونك قلتي طريقه الاشتغال اذا كتكون الهيئه المتتبعه للمشروع اللي هي لادا كوكاله معتمده وكاينه كذلك الهيئه المنجزه للمشروع اللي هي في الحاله ديال هذا المشروع هذا كانت هي لونزوا. اذا كيتم الولوج المباشر لهاد التمويلات كتجي ديريكتومون ان كونت واحد لو كونت سبيسيال لادا ومن بعد وكالة التنمية الفلاحية كتعطيها في واحد لو كونت سبيسيال لونزوا. نعم، وحنا كنتكلموا على الواحات نمشيو للواحات ونستقبلوا السي محمد بن غياط رئيس التعاونية الفلاحية الصحراء لتربية النحل. مرحبا بك السي بن غياط. مرحبا السي بن باغات. السي بن باغات مرحبا، لاباس عليك. تفضل، مرحبا بك معنا في برنامج مع الفلاح ولا اثير اذاعه مدينه فام، وحنا كنتكلموا على المشاريع الممنوحه للواحات في اطار هذه التمويلات اللي كتوفرهم وكاله التنميه الفلاحيه. تفضل عرفنا براسك وعرفنا كذلك كيفاش تم تاهيل ديال مجموعه المشاريع ديالكم. مرحبا.
محمد بن باغات رئيس التعاونية الفلاحية الصحراء لتربية النحل في منطقة ديال الواحات فركلة الكبرى في تينجداد. التعاونية الفلاحية الصحراء تأسست 2011، فيها عدد ديال المنخرطين ديالها 10، فيها 4 النساء و 6 ديال الرجال كلهم شباب. خدمنا وملي جاء المشروع ديال التأقلم مع التغيرات المناخية في مناطق الواحات، قدمنا لهم واحد المشروع على قاش عندنا واحد الإشكال ديال البيع ديال المنتوجات ديالنا. احنا في المناطق ديالنا ما بعادين شوية على المدن، وعندنا المنتوج ديالنا المشكل ديالو هو البيع، وقدمنا الوكالة ديال تنمية الواحات والشجرة في الأركان اللي هي النزوة اللي موجودة في منطقة ديال الواحة ديال أرفود. قدمنا لهم واحد المشروع ديال اقتناء واحد سميتو واحد النقل ديال المنتوجات، واحد وسيلة النقل المنتوجات ديال التعاونية، واستفدنا في المشروع. وكاين بزاف ديال المشاريع اللي تنجزات في المنطقه ديال تينجداد والمنطقه ديال الواحات ديال المعيدر، اللي شتنا اللي نقدر نعطي لهم الشهاده اللي عطاو الصدى الفلاح ديال المنطقه، اللي غادي يرجع ان شاء الله للنفع ديال المناطق ديال الواحات. نذكر بعض المشاريع اللي انا شاهدتهم اللي تدار في المنطقه اللي غادي يصلحوا لينا حتى حنايا في المنطقه ديالنا. بعد الحواجز مائيه في الويدان باش الواحه تحيا من جديد ان شاء الله، الله يجيبنا الامطار قريب الهزيله ان شاء الله. كاين واحد الوسيله علاقه التعاونيه ديالنا انخرطت في واحد المجموعه ذات النفع الاقتصادي غريس فكلا مغا لتثمين الطمور. التعاونيه ديالنا حتى هي انخرطت في المجموعه، واستفدت المجموعه ذات النفع الاقتصادي حتى هي في واحد النقل، وسيله ديال النقل ديال التمور اللي هي فريغو، باش تكون التوزيع ديال التمور ديال الواحه في احسن ما يرام، باش توصل للمستهلك الرباط والمدن الوطنيه في احسن ما يرام. وبزاف ديال الحوايج اللي نقدر نعطي عليهم الشهاده ديالي انا اللي تداروا بحال الخطارات. نعم. كاين بزاف ديال الخطارات عندنا في المنطقه ديال الواحه اللي كانوا ما بقاوش فيهم الماء، ولاو تخدموا دابا حاليا تبنات السواقي بنات سميتو. وكاين بعض المشاريع اللي هما كانوا نقدر انا نقول هما اللي صالحين لهاد الواحات، ولا سيما الخطارات. تزويد الابار بالطاقه الشمسيه على حقاش هذا المشروع اللي جاء ديال التغير المناخي سميتو. احنا الطاقه الشمسيه في المنطقه ديالنا ديال تينجداد وديال الواحات كاع ديال درعات فيلات، انا كنقول فيها 70 حتى 80% ديال الشمس. هذا المشروع راه واحد المشروع اللي مهم، انا كنقول هذا المشروع يتزاد بحال هاد المشاريع هادو راه مهمين. وهذا الشيء اللي نقدر نقول على الشهاده ديال في هذا الشيء. وكنشكر الناس ديال وزاره الفلاحه اللي فكروا في هذه المناطق، والناس ديال وكاله التنميه الوكاله الوطنيه لتنميه الفلاحه اللي فكرت حتى هي في المناطق ديال الواحات في هذا المشروع بحال هذا المشروع هذا اللي هي لابا. وكنشكر سميتو الناس ديال الوكالات التنميه الواحات والشرف الكان اللي هما المنظمه اللي ساهرين على هذه المشاريع، اللي عارفين المنطقه وساكنين في المنطقه، حتى هما كنشكرهم على المجهودات ديالهم. والاخر سميتو والمكتب الجهوي ديال الاستثمار الفلاحي اللي عندنا
فسميتو في الرشيدية حتى هو راه التدخلات ديالو راه مهمين حتى هما في هذا الشيء ديال الطرف. مجموعة ديال الناس اللي أكيد كيمثلوا الأجهزة ديال وزارة الفلاحة اللي قدموا لكم أكيد مجموعة ديال يعني المساعدات ومجموعة ديال الإجراءات اللي كما قلتي كانت تأهيل ديال مجموعة ديال الأمور اللي هي كتساهم في الرقي بالمنتوج اللي كتشتغلوا عليه بغياط. فأكيد بأن احنا اليوم كنتكلموا على كاين شوية الأمطار، واش كاين شوية الشتاء عندكم تما في الجهة؟ المنطقة ديالنا لا حاليا مازال كاين غير الريح وشوية ديال الغيام، وكاين في الصباح كاين شوية ديال الرؤية شوية ولكن ماشي بزاف. نعم. وكنتمناو ان شاء الله من الله تعالى يرحم هذه البلاد ان شاء الله. نعم ان شاء الله اكيد بان الفلاح اليوم كيتنفس سعداء في مجموعة المناطق المغرب من خلال هذه الامطار ديال الخير، واكيد تكون يعني في الوقت ديالها، واكيد بان نزيدوا ان شاء الله نطوروا فلاحتنا ونخدموا على بدائل. ففي حالة إذا كانت هذه الحالة ديال شح الأمطار فأكيد نقلبوا على بدائل احنا كمؤسسات مواطنة كتشتغل في هذا الميدان. قبل ما ناخذ فاصل عندك إضافة في هذا التمويل ديال تفضلي؟ يمكن الإضافة اللي نبغي نقول في الحقيقة هي بالنسبة لهذا المشروع ديال باكزو ديال التأقلم مع التغيرات المناخية في الواحات، انا كنبغي غير نشير بأن هذا المشروع في الحقيقة من المشاريع النموذجية اللي كتنوه بها صندوق التكيف. في الحقيقة دائما كيطلب من وكالة التنمية الفلاحية التقديم والتبادل التجارب والنتائج الملموسة ديال هذا المشروع هذا في جميع المحافل الدولية، جميع الورشات اللي كتم على هامش المؤتمرات المناخ بحال لي كوب. وهنا في الحقيقة من الحوايج اللي كيفون بليزير هو انك تلقى يمكن هيئات وطنية معتمدة في دول اخرى، كتلقى اللي في الشيلي، اللي في جزر الفيجي، اللي بوتيتر في البيرو، حتى هما تيعرفوا خطارة ولاو حتى هما يسانتيغيسو عارفين بان شنو بقيمة هذا الموروث هذا كما قلنا وبقيمة هذا النظام السقي. اذا انا من هذا المنبر في الحقيقة كنبغي نوجه الشكر لجميع العاملين والفاعلين معنا في هذا المشروع، وكذلك كنبغي ننوه بال لا سيريوزيتي زعما ديال الناس ديال الجديه ديال الساكنه ديال الواحات، ولا القناعه اللي عندهم. تنظن هذه القناعه واخدينها حتى من الواحات، انك تلقى حتى الواحه قنوعه مسكينه كتعطيها شي شويه د الموت تهلا فيها تعطيك حتى هي بزاف. صحيح. انا الانسان ابن بيئته في الاول وفي الاخير. فالا كنا غادي نحيوا السيده تعرابت اللي هي كتمثل هذه المنطقه ديال الصويره وديال الجنوب وكذا، فكنبغيو نحيوك انت يا استاذه مريم الأندلسي لأنك كترافعي على هذه القضايا في مؤتمرات دولية، وأكيد بأن طاقة من الطاقات اللي كتشتغل باش ترقي بالمنتوجات ديال بلادنا وترفع بالكفاءات ديالنا. ما هي الامتيازات التي يتيحها اعتماد وكالة التنمية من طرف صندوق التأقلم مع المناخ والصندوق الأخضر للمناخ؟ اعتماد وكالة التنمية الفلاحية من طرف صناديق التمويل المناخي يتيح لها تعبئة هبات لتمويل إنجاز مشاريع للتأقلم مع التغيرات المناخية على الصعيد الوطني تتراوح ما بين 10 ملايين دولار بالنسبة لصندوق التأقلم مع المناخ و50 مليون دولار بالنسبة للصندوق الأخضر للمناخ. ما هي القطاعات والهيئات التي يمكنها الاستفادة من هذه التمويلات المناخية؟ جل التمويلات المعبأة من طرف وكالة التنمية الفلاحية في إطار اعتمادها لدى صناديق التمويل المناخي تستهدف جميع القطاعات العمومية الوطنية بدون استثناء: الفلاحة، النقل، الصحة، الطاقة، الماء، وجميع المؤسسات والهيئات العمومية الحاملة لمشاريع تستجيب لمعايير التمويل المناخي. ما هي المعايير المطلوبة لقبول تمويل المشاريع المقترحة من قبل المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية؟ لقبول تمويل المشاريع المقترحة يجب أن تستجيب لست معايير إلزامية: أولاً، القدرة على إحداث تغيير جذري في الممارسات المستخدمة. ثانياً، التناسق مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية. ثالثاً، القدرة على التدبير الناجع للمشروع. رابعاً، التأثير المحتمل للمشروع لتخفيف أثر الضرر. خامساً، الكفاءة والفعالية. سادساً، التزام جميع الأطراف الوطنية المعنية.
ما هي المراحل التي يجب اتباعها للاستفادة من التمويل المناخي عبر وكالة التنمية الفلاحية؟ ترتكز مراحل الاستفادة من التمويلات المناخية على المحطات التالية: اقتراح المشروع لوكالة التنمية الفلاحية من قبل الجهة المنفذة، المراجعة والبث في مذكرة المشروع من طرف وكالة التنمية الفلاحية، الحصول على موافقة السلطة الوطنية المعنية، قطاع البيئة، تقديم مذكرة المشروع المقترح للصندوق الأخضر للمناخ، إعداد مقترح التمويل، دراسات الجدوى، دراسات التأثير البيئي والاجتماعي، التحليل الاقتصادي، تقديم مقترح التمويل النهائي للصندوق الأخضر للمناخ. رجعنا معكم مستمعينا الكرام مباشرة على أثير إذاعة ميدينا اف ام وبرنامجكم الأسبوعي مع الفلاح، البرنامج اللي كنناقشوا من خلاله قضايا الفلاحة والعالم القروي. النقاش اليوم مفتوح رفقة مجموعة من الضيوف حول حصيلة التمويلات المناخية في إطار التنمية المستدامة للقطاع الفلاحي، وكيفية الولوج لهذه المؤسسات المانحة، وكيفية كذلك الاشتغال مع مجموعة ديال التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي في المناطق المهمشة واللي كتستهدفها وكالة التنمية الفلاحية من خلال الدعم والتمويل والمواكبة اللي كتقدم لها. فكما كنا فمعنا السيدة مريم الأندلسي، ونذكر بأنك رئيسة مصلحة البيئة بوكالة التنمية الفلاحية، وكذلك السيد سحات عبد الرحيم اللي هو رئيس الجمعية المغربية للزراعة الحافظة. كنجدد بكم الترحاب، وحنا في الجزء الأخير من هذا البرنامج باش نتكلم معك السيد الاندلسي اكيد على مجموعه ديال النقاط اللي انتم كتخدموا عليها في اطار هاد يعني هاد التمويلات وهاد الصناديق. فنتكلموا الان على الصندوق الاخضر للمناخ، الماهيه ديال هاد الصندوق، كيفاش كيتم تقدم هاد التمويلات هاد. اذا الاعتماد ديالنا لدى الصندوق الاخضر للمناخ لو فون فير بور لو كليما جا كتكريس التجربه ديالنا في اطار تعبئه التمويلات المناخيه. وهذا الصندوق هذا اللي هو كيتعتبر اكبر صندوق دابا عالميا، واللي هو كيخدم هو كآلية مالية كتخدم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. إذن هذا الصندوق هذا أسس في 2011 والمقر ديالو جنوب في كوريا الجنوبية. وهذا الصندوق هذا كيمولنا جميع المشاريع والبرامج اللي متعلقة بمكافحة أثر التغيرات المناخية، سواء كانت مشاريع ديال التكيف أو لا تخفيف من أثر هذه التغيرات المناخية. إذن على عكس صندوق التكيف هذا الصندوق الأخضر للمناخ كيمولنا جميع المشاريع. وعلى عكس أيضا الصندوق التكيف اللي كيعطينا غير هبات، فهاد الصندوق الاخضر للمناخ كيعطينا جميع الوسائل الماليه، اذا يا اما على شكل هبات او على شكل قروض بشروط ميسره ولا على شكل تامين ذاتي وضمانات. ده الاعتماد ديالنا لدى الصندوق الاخضر للمناخ كان سنه 2016، وفي الحقيقه هو سيتي كان واحد التحدي، لان هو كان تحدي بالنسبه للاعتماد، ماشي ساهل بالنسبه لدى الصندوق الاخضر للمناخ. ومره اخرى كان لنا الشرف اننا نكون اول وكاله واول هيئه وطنيه معتمده في المغرب وفي شمال افريقيا ايضا. اذا وكان لينا الشرف ايضا اننا نكون نموذج اللي تبعوه وشجع هيئات اخرى هنا في المغرب باش من بعد تهيات تعتمد لدى الصندوق الاخضر للمناخ. لان الصندوق الاخضر للمناخ كيمكن له يعطي الاعتماد لعده هيئات وطنيه، ما تيتليميتاش، ما كيقتصرش على هيئه واحده. اذا حنا كهيئه وطنيه معتمدة، باش نشرح غير للمستمعين الكرام شنو هو نوع الاعتماد ديالنا لدى الصندوق الأخضر للمناخ. إذا حنا الهيئة الوطنية المكلفة بإعداد إنجاز وتقديم مشاريع للتكيف ولا التخفيف من أثر التغيرات المناخية اللي تتراوح القيمة ديالها إلى 50 مليون دولار. 50 مليون دولار.
وبالنسبة للفئة ديال اللي تنسميه التأثير البيئي والاجتماعي لو ريسك انفيرونمونتال اي سوسيال دو ريسك بي، فئة بي عندهم هما اللي هو متوسط، اللي هو تأثير متوسط. نعم، إذن هذا الصندوق كما ذكرتي أستاذ الأندلسي هو حاضن لكل المشاريع، وأكيد بأن أنتم الوكالة التنمية الفلاحية هي الوحيدة في المغرب وشمال إفريقيا اللي أصبحت عندها الاعتماد ديال هذا الصندوق، وأكيد بأن خدمتوا مجموعة المشاريع في إطار هذا الصندوق ومولها هذا الصندوق. شنو هم هذه المشاريع؟ إذن احنا كنا اول وكاله معتمده، ولكن دابا نضفت القائمه لا سي دي جي والتجاري وفا بنك هما معتمدين لدى، ولكن احنا الوكاله الوحيده اللي معتمده لتعبئه الهبات، يعني ماشي قروض، ماشي عندنا هبات. في ظل هذا الاعتماد ديالنا وفي اطار الاعتماد ديالنا لدى صندوق الاخضر للمناخ تم تعبئه غلاف مالي يتراوح حتى ل 40 مليون دولار لفائده من مناطق الاركان. هو مشروع تنميه سلاسل الاركان في المناطق الهشه، اللي هو واحد المشروع مهم جدا، مهم جدا من ناحيه اننا غادي نمشيو كتكون واحد النقله نوعيه من اننا غادي نخففوا من الضغط على الغابات، لانه هو واحد اشجار غابويه، واننا غادي نوليو نزرعوها سوغ دي تيغان بريفي على اراضي خاصه ديال الفلاحه. إذن على مساحة 10,000 هكتار، ومع وعندنا 2,000 هكتار ديال الزراعات البينية، النباتات العطرية والنباتات العطرية. إذن هذا المشروع تيهم أيضا تقنية جمع مياه الأمطار، هي باش نخفضوا الضغط على الفرشة المائية. صحيح. كذلك تعزيز قدرات العاملين والمشاركين في هذا المشروع لمكافحة التغيرات المناخية، تنظيم سلسلة الإنتاج للأركان، ودعم للتعاونيات ولمجموعات ذات النفع الاقتصادي، وكذلك تشجيع البحث العلمي في الأركان. وغادي يتم إنشاء واحد المركز للبحث العلمي مختص بأركان. إذا دابا حنا في العام الثاني ديال الإنجاز المشروع، وهذه واحد شهرين باش خدينا لو دوزيام ديكيسمون، إذا الدفعة الثانية من التمويل ديال هذا المشروع. نعم، اذا نتمنى لك التوفيق والجميع الناس اللي تيوقفوا على هذا المشروع وهذه المشاريع المفتوحه، اكيد بانه مشروع مهم، مشروع الاركان. اكيد انتم الان كتشتغلوا على هذا المشروع ومازال عندكم واحد النظره مستقبليه على الاشتغال ديالكم، واكيد دقوا الابواب ديال مؤسسات مانحه اخرى، واكيد تقدموا مشاريع ويد العون المجموعه ديال المناطق الهشه بالمغرب. قبل ما نتكلموا عن النظره المستقبليه مشي عند سي صحات، اكيد بانكم انتم اصبحتي ماشي فقط رئيس الجمعيه، ولكن عندك مجموعه ديال القبعات اللي كتشتغل فيهم، ولكن اليوم حنا كنتكلموا معك على الجمعيه وعلى اكيد العلاقه ديالها بوكاله التنميه الفلاحيه. نتكلموا شويه على المنتدى الدولي للزراعه الحافظه، واللي انتم كنتوا من القائمين عليه. اكيد خرجتوا مجموعه ديال التوصيات للنهوض بهذا الزراعه الحافظه في المغرب. شنو هما اهم التوصيات وكيفاش الاستراتيجيه ديالكم نتوما من اجل النهوض بالزراعه؟ نعم، فعلا المنتدى الدولي اللي نظمته الجمعيه مع باقي الشركاء ديالها كان فرصه لتقييم الوضع ديال الزراعه الحافظه في المغرب والاسس ديال النهوض بها، على غير ما كتشهدوا في الكثير من دول العالم، لان الزراعه الحافظه عبر العالم ماشيه في واحد الاتجاه تصاعدي من ناحيه يعني التوسيع ديال الانتشار ديالها والتعميم ديالها. وهذا الهاجس هذا هو اللي احتاجنا اننا نشوفوه في المنتدى الدولي من خلال ملاقات الخبره الوطنيه مع الخبره الدوليه. واستشهدنا بدول اللي يعني ناجحه فيهم الزراعه الحافظه بشكل جيد، والدول المتذبذبه باش نخرجوا بالتوصيات. وفعلا المنتدى من بين الاهداف ديالو كان يخرج بالتوصيات من اجل النهوض بالزراعه الحافظه. وغنبغي نوقف عند البعض ديالهم للاهميه، وغادي نربطها يعني بالاستراتيجيه الفلاحيه الجديده، لان التوصيات اعتبرناها في هذا الجانب مهمه. كانت يعني من بين التوصيات اللي خرج بها المنتدى ضروره وضع واحد البرنامج
وطني خاص بالزراعة الحافظة في الاستراتيجية الفلاحية الوطنية الفلاحية. وكذلك اعتماد الزراعة الحافظة من بين التدابير للتخفيف من أثر التغيرات المناخية من أجل إرساء أسهم تنمية مستدامة والحد من التعرية والتدهور ديال التربة. كذلك تعزيز منظومات تكوين والبحث والاستشارة الفلاحية لمواكبة الزراعة الحافظة وتعزيز الشراكة المؤسساتية اللي تكلمت عليها قبيلة. كذلك تطوير قدرات الفاعلين المتدخلين في هذا المجال هذا وتوفير الدعم المالي للنهوض بالزراعة الحافظة. وكذلك تعزيز التنظيمات المهنية الفلاحية. وهاد التوصيات هادو في القراءة الأولية اللي كنديروا للخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر، يعني كنشوف فيها تلمسوا فيها بأن يعني من خلال المكونات ديالها ديال الدعامتين بجوج، لا يعني العنصر البشري ولا المواصلات الدينامية التنمية الفلاحية، وفي مختلف ديك المكونات ديالها الكومبوزونت ديالها تلمسوا أن هاد التوصيات يعني ممكن أن الجيل الأخضر يجيب لنا أجوبة من هذا النوع في انتظار إن شاء الله ما يخرجوا البرامج الفلاحية الجهوية اللي غتعطينا صورة مدققة على الاستراتيجية الفلاحية إن شاء الله. وهذا كنستبشره خير وكنعتبره استمرار للمجهود اللي تبدل في المخطط المغرب الأخضر والمستوى ديال يعني ديال 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 التعامل مع التغيرات المناخية ويعني والنتائج الحمد لله اللي كيف كنقولوا دائما اللي كتعطي الزراعة الحافظة كبديل في ضوء في هذا السياق هذا. هذا أهم النقاط اللي كنت بغيت نشير لهم في هذا الاتجاه والشكر. نعم إذن هي نقاط مهمة، وأكيد بأن المستقبل الفلاحة اليوم واجب عليه أن ندخلوا ما هو تقني ما هو علمي، كما تكلمت الأستاذ الأندلسي أن البحث العلمي في الأركان هو واحد لبنة أساسية من أجل التطوير ديال هاد المجالات ومن أجل كذلك عقلنة وهاد المنتوجات. والهدف هو أننا كنبحثوا على واحد الإنتاج اللي هو محترم وكنقلبوا على واحد الجودة اللي هي مقبولة في السوق لا الوطني لا الدولي، واللي غتحلينا واحد الإشكاليات اللي كتطرح دائما عند التعاونيات وعند الجمعيات وعند مجموعات ذات النفع الاقتصادي، هي مسألة ديال التسويق. فأكيد إلا بنينا الأساس المسار صحيح فأكيد بأننا غنوصلوا لهذا التسويق وأكيد التطوير ديال الفلاحة ديالنا. الآن تكلموا شوية على المستقبل، على إن شاء الله احنا مقبلين على استراتيجيات فلاحتنا من بينها الجيل الأخضر 2030. أكيد بأن أنتم كوكالة التنمية الفلاحية كتواكبوا هذا التطور، دائما كتقوموا بجهودات باش أنكم توصلوا للمناطق أكثر هشاشة تمنوا واحد المنتوج. مثلا تمنا الأرقان فهو مغربي، منتوج مغربي، احنا عندنا البصمة ديالنا في هذا الأرقان، فخصنا نتمنوا لشي حاجة اللي كتعطي الهوية المغربية، بالتالي فهذا كتحسب لكم. اشنا هي النظرة المستقبلية ديالكم السيدة مريم الأندلسي لهاد المؤسسات المانحة باش تقول باب ديالهم وهاد السلاسل الإنتاج وهاد الفلاحة والفلاحات اللي تبارك الله عليهم كيقوموا بواحد المجهود كبير؟ إذا هنا بعدا تنبغي نشير بأن بأنها رصد الهبات لدى الصندوق الأخضر للمناخ ما اقتصرش على مشروع الأرقان، ولكن كانت هناك هبات واحدة أخرى. كانت عندنا هبة ديال 717,000 دولار لدعم إعداد الدراسات القبلية لواحد المشروع، مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية بجهة سوس ماسة. كذلك كان عندنا واحد دعم وكالة التنمية الفلاحية اندون دابي ولا دو بريباراسيون لتعزيز قدرات لادا والآليات الحكامة ديالها للمبلغ ديالو 300,000 دولار. وكما قلتي وأكيد أن لادا عندها خطة عمل وخريطة عمل بالنسبة للهدابة، هي ديجا راه كتخدم عليها اللي كتخدم على مشاريع بطريقة عقلانية وموجهة للمناطق الأكثر هشاشة وبطريقة كتسمح لنا أنه يكون توازن تفرص الهبات بالنسبة لمناطق المغرب. يعني خدينا في الواحات، من بعد شفنا مناطق الأرقان خدامين على مشاريع واحدة أخرى كتهم الري في منطقة سوس ماسة، احنا خدامين على مشينا اتجهنا للمناطق الجبلية واخترينا منطقة خنيفرة اللي غادي تستفد، لأن احنا في صدد إعداد واحد مشروع منطقة خنيفرة، شفنا المناطق الرعوية أيضا في منطقة الشرق. إذن كاين واحد خريطة العمل على حسب الهشاشة وعلى حسب باش يكون توازن مع في المناطق.
كذلك انا كنبغي نشير في الحقيقه نسيت ما شرت لهاش، هو نعم ان الاعتماد ديالنا لدى صندوق التكيف ولا لدى صندوق الاخضر للمناخ ما كيخولناش باش اننا نرصدوا الاعتمادات غير بالنسبه للقطاع الفلاحي، ولكن كيمكننا نمثلوا جميع القطاعات في المغرب. وهنا كنبغي نشير بان ما كنقتصروش مع لو فون فيغ بور لو كليما، ما كنقتصروش غير على مشاريع الفلاحه، ولكن ايضا حنا في صدد اعداد مشاريع مع قطاعات اخرى كقطاع الماء مع المشروع الانذار المبكر مع مديريات الارصاد الجويه. اذا حنا ما اكتفيناش غير بال غير مجموعه بالقطاع من الفلاحي، الاتجاهات اللي كتشتغلوا فيها. نعم مجموعه الاتجاهات. وهنا تنبغي نشير بان الاستراتيجيه ديال الجيل الاخضر حتى هي وضعات واحد المحور للبعد البيئي والتنميه المستدامه. نعم بان غادي يكون تعزيز المكتسبات اللي ديجا خدمنا عليهم في اطار المخطط المغربي الاخضر، وغادي تكون خدمه واحده اخرى وتواصل خدمه واحده اخرى. وهنا كنبغي نقول باننا حنا في صدد رفع واحد التحدي اللي هو لو غوسمون، بغينا نزيدوا في المستوى الاعتماد ديالنا وندوزوا من 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 مشاريع اللي المبلغ ديالها كيتراوح ل 50 مليون دولار لمشاريع تقدر توصل حتى ل 250 مليون دولار. نعم نتمنوا اكيد نعم نوصلوا لهذا الرقم، واكيد انتم قادرين انكم توصلوا مادام انكم دائما كتكونوا سباقين في البحث على هذه التمويلات، وانكم دائما كتدقوا ابواب المانحين عبر العالم والمؤسسات الدوليه اللي اكيد عندها اهتمامات بهذا المجال ديال التغيرات المناخيه. كما ذكرنا في البدايه احنا ماشي بلد ملوث، ولكن داخلين في واحد المنظومه اللي هي عالميه، اقتصاد عالمي، كنا مشتركين كنعيشوا في كره ارضيه واحده، بالتالي فواجب تكفل او تكافل الجهود من اجل الانجاح ديال هذا او مواكبه مكافحه هذه التغيرات المناخيه. فقط سؤال، يعني اليوم احنا عندنا واحد التمويل من واحد الصناديق اللي هي مختلفه في الطرق ديال التمويل ديالها، احنا حاملين المشاريع بغينا نستافدوا من هذه المساله، كيفاش يمكننا ندخلوا لهذا نستافدوا من هذه الصناديق هذه؟ سؤال مهم. نعم. إذا بعد جميع ممثلي القطاعات كلهم في المغرب ممكن يتجهوا لهذا باش يقدموا المشاريع ديالهم، شنو هو لو بروسيسوس اللي غادي يدوزوا منه؟ أول حاجة هو أنني خاصني تتكون عندي واحد مذكرة مشروع، الفكرة ديال المشروع كنجي كنقدمها لهذا، ولهذا بصفتها الوكالة المعتمدة كنخدموا مع هاد الهيئة المنجزة ولا المنفذة للمشروع، لونتيتي ديكزيكسيون كتسمى عند هاد الصناديق. اذا كنت انا مجموعه ديال الفلاحه ولا تعاونيه ولا هذا، خاصنا نجمعوا كاملين على واحد الفكره وكنتوجه لواحد الهيئه وطنيه، لان بالنسبه للهبات خاصني ندوز من هيئه وطنيه اخرى. نعم. يعني مؤسسه عموميه هي اللي غادي تقدر زعما تابغيتي داك الهبه اللي غادي تجيها. اذا تنخدموا في الاول على مذكره مشروع اللي هي نوت دو كونسيبت على حسب واحد النموذج اللي تيكون كيكزيجي علينا هاد الصناديق، اما صندوق التكيف ولا صندوق الاخضر المناخ. والتحدي اللي كاين واحد اخر واللي في حقيقه ما شرتلوش، هو ان جميع اعداد هاد المشاريع كله تيتم باللغه الانجليزيه، وحتى التعاملات مع لو سكرتاريا ديال هاد الصناديق كلهم باللغه الانجليزيه. ولكن هاد الشيء الوكاله التنميه الفلاحيه كتو فيها لحامل المشروع في هذا الإطار. من بعد كدار خاصنا الموافقة ولا موافقة عدم الاعتراض ديال السلطة المعينة الوطنية، لوتوريتي ناسيونال ديزيني اللي عندنا هنا في المغرب هي ممثلة في وزارة البيئة. نعم. إذا تيعطيونا الموافقة نرسلو تنقدمو هاد مذكرة المشروع. من بعد تنقوموا بإعداد الدراسات القبلية، دراسة الجدوى، دراسة التأثير البيئي والاجتماعي، دراسة الاقتصادية، ومن بعد نديروا واحد مقترح مشروع اللي هي لا بروبوزيسيون دو فينانسمون ولا فاندين بروبوزال، على حسب هو نموذج بالمعايير ديال الصندوق الاخضر للمناخ. ومن بعد من بعد ليكزامين ديالو التقييم ديالو لا من طرف السكرتاريا ديال الصندوق الاخضر المناخ، ومن بعد خبراء واحد اخرين من الصندوق، تيبقى ديك الساعات المراسلات ما بين لادا وما بين هذا، الى حين انا تيتصادق عليه من طرف. نعم. إذن هو مسار طويل، ولكن أكيد بأن الوكالة كتسهل كل هاد المساطر. الناس حاملي المشاريع اللي تسمعون اليوم أنهم يمشيوا
يدخل ابواب ديال هذه المؤسسه وكاله التنميه الفلاحيه باش يشوفوا الامكانات اللي كتمنحها، سواء الماليه سواء التقنيه سواء كذلك العلميه المعرفيه اللي كتقدموا في اطار المشاريع. بقات لنا اقل من دقيقتين، كلمه اخيره سي صحات تفضل. كلمه اخيره، تنشكركم للاستضافه في مره ثانيه، وتنشكر قناه مدينه اف ام، وعبركم كنشكر حتى المستمعين ومتتبعي البرنامج. الى كان كلمه اخيره نقول ان الجمعيه المغربيه للزراعه الحافظه ادهام ممدوده لجميع المتدخلين للعمل سويا على انجاح يعني نظام الزراعه الحافظه بالمغرب. الهدف ديالنا علاش تخلقات الجمعيه هو هذا. حنا المجهودات المؤسسات ديالنا نرحب بها، المبادرات الدوليه نرحب بها. ما كانش عندنا الوقت فين نتكلموا على المجهودات اللي قامت بها الجمعيه في العلاقات الدوليه في الشبكات الدوليه، ولكن هذه كلها مجموعات كتمشي في سياق واحد، هو ديال اننا تنديروا اليد في اليد باش نمشيو، لاننا عندنا يعني اليقين بان الزراعه الحافظه يمكن تشكل بديل حقيقي في ظل هذا ما تعيش الفلاحه ديالنا من التغيرات المناخيه. وان شاء الله على غرار النجاح اللي لقاته في دول عديده في العالم، ما يمكنش اننا بلادنا بالظروف ديالنا، والحمد لله النتائج عند الفلاحه كتبين نتائج ايجابيه على المستوى الزراعي الاقتصادي والاجتماعي، فخص واحد المجهود شي شويه ان شاء الله باش تزيد تعمم اكثر وتزيد تطور اكثر. ولهذا الغرض الجمعيه غتبقى دائما يديها ممدوده يعني لجميع المتدخلين في القطاع من اجل انجاح هذا النظام الزراعي بالمغرب. ولا كنقول كلمه اخرى ضروري ما نقول بالتزامن ديال يعني احنا في الموسم الفلاحي، انطلاق الموسم الفلاحي وفتره الزراعه، دونك نتمنوا الله خير ان شاء الله في الامطار اللي غاتبها السماء، وان شاء الله الفلاحه يعني يكون موسم فلاحي جيد للاخوه الفلاحه في جميع مناطق المغرب. نعم، شكرا لك سي صحات. تفضلي كلمه اخيره استاذه مريم الاندلسي. شكرا. انا بدوري في الحقيقه كنبغي نختم بالشكر الجزيل لكل الشركاء ديالنا، ممثلي وزاره الفلاحه على المستوى الاقليمي والجهوي، فاعلين الجمعويين، الشركاء ديالنا في جميع القطاعات اللي في حقيقة بلا بهم ما تيمكنش إنجاز هذه المشاريع بشكل معقل ولا بشكل افيكاس. حاجه واحده اخرى، عندي تحيه خاصه للفلاحه في الحقيقه، الفلاحه ديالنا في جميع ربوع المملكه، لا بالحس الابتكار اللي عندهم ولا بالمجهودات اللي كيقوموا بها في انجاز هذه المشاريع. وفي الحقيقه هذا الشيء هو اللي تيخلينا حنا نعطيو اكثر وتيشجعنا لا باش نبذلوا مجهودات في المفاوضات ولا راس ذهيبات في هذا الاطار. وتنقول لهم ما تنسوا لهم الا شويه ديال التبريكات والدعوات باش نقدروا نعطيو اكثر. نعم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك استاذه مريم الاندلسي، رئيسه المصلحه البيئه بوكاله التنميه الفلاحيه، على الحضور ديالك. شكرا سي صحات عبد الرحيم، رئيس الجمعيه المغربيه للزراعه الحافظه بمكناس، شكرا لك على الحضور ديالك. شكرا كذلك للناس اللي كانوا معنا عبر الهاتف، السيده تعرابت والسي بغات محمد بن بغات محمد اللي عطاونا شهادات حيه من الصويره ومن الرشيديه حول الاشتغال ديالكم. نتمنوا مستمعينا الكرام اننا كلنا وصلنا لكم الصوره الكامله حول هذه المشاريع وحول هذه التمويلات وحول الدور اللي كتقوم به وكاله التنميه الفلاحيه في اطار المواكبه ومواجهه التغيرات المناخيه في المناطق الهشه وفي المغرب بشكل عام. واكيد بان الباب ديال الوكاله التنميه الفلاحيه مفتوح للجميع، فقط ان نمشيو ونقلبوا وندقوا على هذه الابواب، وغادي نلقاو الاجوبه على كل التساؤلات ديالنا وكذلك المسارات ديال الولوج لهذه التمويلات والاستفاده منها في كل المشاريع الممكنه. فاحنا وصلنا للنهايه، كنشكروا السي عمر البيزي في اخراج هذه الحلقه، والسي محمد الخالقي اللي كان مسؤول على الصوره وعلى المباشر على صفحتنا في فيسبوك مدينه اف ام بوا ام ا. شكرا كذلك السي توفيق الرباني اللي كان في استقبال المكالمات، وكذلك السي تيجاني في ويب. شكرا سي ميلود الخضر ورجاء السهب في اعداد هذه الحلقه. اما انا غنضرب لكم موعد ان شاء الله في حلقه اخرى الاسبوع القادم الخميس القادم ان شاء الله في موضوع اخر كيهم الفلاحه ديالنا. هذا محمد السوسي يحييكم، الى اللقاء.